شل على الضعي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا ناما صاحب المقام الأعلى. اللهم صل وسلم على صلى الله عليه. الحمد لله الذي شرفنا ناما بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأشرف مولود حوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بوجوده عدلا حملت به آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكحلا في خلع الوقار والمهابة يجلى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسنه منه ولا أحلى بنور كالشمس بل هو أضواء وأجلى وثغر فاق درا ولؤلوا بل هو أعلى وأغلى وطاب به جبريل ليلة الإسراء وتملى وجعل دينه على الدوام مستعلا وذكره على ممر الأيام كرر ويغلى. اللهم صل وسلم على صلى الله عليه. أشرقت المولد الحنادس شرقا وغربا ووعرا وسهلا وخرت المولد الأصنام من على المجالس خضوعا وذلا وارتجى سيوان كسرى وهو جالس فعدم القوم نطقا وعقلا وخامدت نار فارسا وتبدد منهم جمعا وشملا وزخرف الجنان ليلة مولدي واطلع الحق وتجلى ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا. شهر ربيع قد بدا نوره الأعلى فحبذا بدر بذاك الحمى يجلى ونادت به الأكوان شرقا ومغربا وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا وألبس ثوب النور عزا ورفعة فما مثله في خلعة الحسن يستحلى ولما راه البدر حار لحسن وشهد منه بهجة تسلب العقل واطفي نور الشمس من نور وجهه فلله ما أبهى ولله ما أجلى
يا مولد المختار جددت شوقنا إلى خير مبعوث جليل هو الفضل والسعد المقيم بافتخار لمولد له خبر عن حسنه أبدا يثلى سألت له خلق يرحمنا به ويغفر لنا ذنبا ويجمع بشملا عليه صلاة الله مهبة الصبا وما سار حاد من ياه إلى المعلى اللهم صل وسلم على صلى الله عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أي شاهدا للرسول بالتبليغ ومبشرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن كذب بالنار وداعيا إلى الله أي إلى توحيده وطاعته بإذنه أي بأمره وسراجا منيرا سماه الله سراجا لأنه كالسراج يصطبع به في الظلمة وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أمر الله تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل وقد بين الله تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير وقوله تعالى ولا تطع الكافرين أين أهل مكة والمنافقين إلى المدينة ودعا لهم قال ابن عباس وفتادته معناه واصبر على أداهم وقال الزجاج لا تجازم عليه وهذا منسوخ بآيات القتال وتوكل على الله أمره بالتوكل عليه وأنسه بقوله تعالى وكفى بالله وكيلا على وكيلا أي حافظا اللهم صل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن أخلق آدم بألف عام يسبح الله تعالى ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأبطل الله عز وجل إلى أرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين كذب به في النار ولم يزل عز وجل ينقلني من الأصحاب الطاهرة إلى أرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني من بين أبوي ولم يلتقي لا سباح قام اللهم صل وسلم عليه تنقلت في أصلاب أرباب سودتي كالشمس في أبراجها تتنقل وصرت سريا في بطون تجربت لحمل عليه بالأمور المعول هنيئا لقوم أنت فيهم ومنهم بدأ منك نور بالجمال مسربل وروى ولله وقت جئت به وطالع سعيد على أهل الوجود ومقبل عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما حن مشتاق وما صاح بالقلوب اللهم صل وسلم صلى الله عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وروى يزيد بن عبد الله عن عمته أنها آمنت لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما شعرت أني حملت به ولا وجدت له ألما ولا ثقلا كما تجد النساء غير أني أنكرت رفع حيضتي وأتاني آت وأنا بين النوم واليقظة وقال لي هل شعرت بأنك قد حملت وقالت فكأني أقول لا أدري وقال أنك قد حملت بسيدي هذه الأمة ونبيها نبي الرحمة ذلك يوم الاثنين اللهم صل وسلم على صلى الله عليه وقالت فكأن ذلك مما تيقين به عندي الحمل فلما دنت ولادتي أتاني ذلك الآتي وقال لي قول يعوذ وأعيده بالواحد الصمد من شر كل ذي حسد قالت فكأني أقول ذلك وأكررهم مرارا عشية وأبكارا
قيل لما أراد الله ظهور خير نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أمر جبريل أن يكبذ طينته في مكان قبره فقبضها ثم طاف بها جنات النعيم واغمسها بأنهار التسنيم وأقبل بها إلى بين يدي الله العلي العظيم ولها عرق يسير. خلق الله تعالى من ذلك العرق نور كل نبي جليل وجميع الأنبياء من نور محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم صلى الله عليه. ثم أوضع الله ذلك الطينة في ظهر آدم عليه السلام وألقى فيها الذي ألقى فيها النور الذي سبق فخره وتفاخره فوقعت هنالك طوائف الملائكة المقربين سجودا لآدم. ثم أخذ الله على آدم المواثيق والعهود حين أمر الملائكة له بالسجود أن لا يودع ذلك المولود إلا في أهل الكرام والجود المطهرين من الدنس والجحود. وما زال ذلك النور ينتقل من ظهور الأخيار إلى بطون الأحرار حتى أوصلته إلى الشرف والمكارم إلى عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. فلما آن أوان وفاء عهده طلع في الأكوان طالع سعده نشير عالم الفتوة بظهور خاتم النبوة شخصت لعبد الله الأبصار وأشرقت عليه الأنوار ألبس ثوبا ملاحا نطق بالبيان وبالفصاحة ناداه بنساء المشيئة يا عبد الله ما يصلح كنزا لما حملته من الوديعة إلا أحشى وأمينة المنيعة المطهرة من الدنس والأكدار سيدة نساء بني نزار اجتمع شمله بشملها اتصل حبله بحبلها ظهر صفاء يقينها انطوت الأحشاء على جبينها سطع نور المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في جبينها. اللهم صل وسلم على ففي أول شهر من شهور حملها أتى في المنام آدم وعلمها أنها حملت بأجل العالم. الشهر الثاني أتاها في المنام إدريس وأخبرها بفخر محمد وقدره النبيس. الشهر الثالث أتاها في المنام نوح وعلمها أن ابنها صاحب النصر والفتوح. الشهر الرابع أتاها في المنام إبراهيم أتاها في المنام الخليل وأعلمها برتبة محمد وقدره الجليل. الشهر الخامس أتاها في المنام إسماعيل وأعلمها وبشرها أن ابنها صاحب المهابة والتبجيل. الشهر السادس أتاها في المنام موسى الكليم وأعلمها برتبة محمد وجاهه العظيم. الشهر السابع أتاها في المنام داود وأخبرها أن ابنها صاحب المقام المحمود. الشهر الثامن أتاها في المنام سليمان وأخبرها أنها حملت بنبي آخر الزمان. الشهر التاسع أتاها في المنام عيسى المسيح وقال لها أنك قام حملت مظهر الدين الصحيح واللسان الفصيح وكل واحد يقول لها في نومها يا آمنة إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل وسلم على صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد. فلما اشتد بها طلق النفاس ولم يعلم بها أحد من الناس بسطت كف شكواها إلى من يعلم سرها ونجواها فإذا هي باسية مرات فرعون مريم بنت عمران وجماعة من نور الحسان قد أضاء من جمالهن المكان فذهب على ما ترجع
وسلم عليه وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم كحل عيون مقطوع سر مختون أخذته ملائكة الأبرار وطافوا به الأقطار وعرفوا به إلى السماوات والأرض والبحار ورجعوا الفضل الكون إلى أمها آمنة في أسرع من طرفة عين خفقت الأكوان على معلومه زفت البشائر لقدومه جالنا حصل الغنى زال العناء حصل الغنى لنا المنى طابت القلوب غفرت الذنوب كشفت الكروب سترت العيوب حصل المطلوب ببركة سيدنا وحبيبنا وعلى دين الحبيب المحمود اللهم صل وسلم عليه صلى الله حصل القص والمراد وصف الوقت والوداد وبرؤيا محمد فرحة أنفس العباد أحمد النور إذ بدا ذكره شاع في البلاد سيفه دمر عدا أهلك الكل والفساد أهلك الكفر والفساد يا إلهي وسيدي أسقى الغيث في البلاد يا إلهي بأحمد أهلنا سبل الرشاد يا إلهي بأحمد اصلح الكل يا جواد وصل الصلاة على النبي الشفع في الزعاد اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه رمقت أمنة محمدا بالبصر فإذا فرقه كالصبح إذا أسفر وشعره كالليل إذا سجى واعتكر ووجهه أضاء من الشمس وأنور أما سمعت كيف انشق له القمر أزج الحائبين أكحل العينين أقنى الأنف في دقيق الشفتين كأنما يقسم عن نضيد الضرر عنقه كأنه بريق فضة وقد فاق على جيد الغدال وقد هو شقم الغصن الرطيب إذا خضر بين كتفي خاتم النبوة فيا فوز من عينه ونظر فهذه قطعة من بعض أوصاف كماله وأما كل جماله فلا يحد لواصف ولا يحصار اللهم صل وسلم عليه 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 وسل
قد فاق اسمك للوجود بأسري حتى لقد بك يا فاق صلى الله عليه. طوبى لطيبة بالنبي تشرفت أضحى لها من نوره إشراق. وروى محمد بن سعد عن جماعة من أهل العلم أن ابنته قالت قد علمت به فما وجدت له الأم مشقة ولا تعبا. وأنه لما انفصل عنها خرج منه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب فوقع على الأرض معتمدا على يديه صلى الله وسلم عليه. وروى يزيد بن عبد الله عن عمته أن ابنته لما وضعت برسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب فجاءه البشير وهو جالس في الحجر فأخبره أن ابنته ولدت غلاما فسر بذلك سرورا كثيرا وقام وهو معه فدخل عليها فأخبرته بكل ما رأته ما قيل لها وما أمرت به فأخذه جده عبد المطلب وأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكره على ما أعطاه. وروي أنه قال يوم ذن شعرا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه صلى الله عليه sini baka juu Yeah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. فسبحان من أبرز في شهر ربيع الأول طلعة قمر الوجود، فما أجملها من طلعة وأبهاها، وما أحسنها من محاسنها وأجلها. عملت بيامية فجاء آدم وهناها، ووقف نوح على بابها وناداها، وأتى الخليل يبشرها بما أتاها، وقصد علتها موسى الكليم وسلم عليها وحيا. تشرفت به الأرض وثراها، جاءت الطيور من أوقارها وفناها، وخرجت الحور وعليها خلع السرور، وهي تنادي ما هذا النور الذي ملأ البقاع وكساها. فقال جبريل قد ولد من فاق البرية وما عداها، وخرت لمولده الأصنام، وتهدم الصوامع القهاني وزال بلا. وحمله جبريل على يديه وهو يقبل بين عينيه، ويقول له أنت حاميم، أنت ياسين، أنت طه، أنت ولي النفوس المؤمنة، أنت مولا. اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه. بدت لنا في ربيع طلعة القمريه من وجه من فاق كل البدو إلى الحضره، جلوه بالكمن والماق يحجبه في خلعة الحسن بين التيه والقفره. وكان في مثل هذا الشهر مولده أكرم بمولود خير الخلق وبشره، تجمع الحسن فيه وهو واحده، جلوه في صورة فاقت على الصور، تقسم الحب فيه كل جارحة، فالقلب والوجه والأكفان للسهر. متى أرى ربعه يا سعد واسعى له سعيا على الراس بل سعيا على البصر، إن لم أزر قبره يا يا صاحب عمري من بعد هذا الجفا يا ضيعة العمر. صلى عليه إلى عش ما سقعت ولق الحمائم في الأصال والبخاري. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله اللهم صل وسلم عليه. فلما آن مولده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم، صاح شاؤوش الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعند ذلك حفت بآمنة الملائكة الأبرار، تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار، فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبرائيل، ولهما ذكر بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل. وأقبلت الحرين إلى أمه آمنة تبشرها عنها من جميع المخاوف آمنة، وتنوب عن الدوار البشرية، وتبشرها بالسعادة الأبدية والقرة القمرية والطلعة المحمدية. أخذ المخاض واشتد بها آلامه، فأعطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كأنه الهجر في دمه. سلام عليك يا رسول، سلام عليك، لا حبيب.
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك.